بنصبح على حضراتكم مره تانية، ودلوقتي جه معانا مع اخبار الطقس بالتفصيل. وهيئه الارصاد بتتوقع ان النهارده الطقس هيكون مائل للبروده الصبح بدري ودافئ بالنهار على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه. كان في شبوره كثيفه على بعض الطرق المؤديه من والى القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه ومدن القناه وشمال سيناء ووسط سيناء وشمال الصعيد. خلونا نعرف تفاصيل اكتر عن حاله الطقس. معانا على التليفون دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه دينا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك. عايزين نطمن من حضرتك عن اخبار الطقس النهارده، خاصه ان يعني كان شديد البروده بالامس وكمان كان في شبوره مائيه كثيفه على كثير من المناطق خاصه في القاهره الكبرى. احنا اليوم طبعا لسه مكملين في الاستقرار في الاحوال الجويه، يمكن ده مكمل معانا ان شاء الله لمنتصف الاسبوع، اليوم الاثنين القادم استقرار في الاحوال الجويه. تاثرنا بوجود امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا بيعمل على زياده فترات سطوع اشعه الشمس خلال فتره النهار. العظمى على القاهره الكبرى بتتراوح ما بين ال 24 وال 25 درجه مئويه، عشان كده احنا فترات الظهيره تحديدا بنحس بالدفء والاجواء المعتدله تماما على اغلب المناطق الشماليه، السواحل الشماليه، محافظات الوجه البحري، القاهره الكبرى، اجواء مائله للحراره على شمال الصعيد، حر على جنوب الصعيد وجنوب سيناء فتره الظهيره. لكن فترات الصباح الباكر اكيد مع غياب اشعه الشمس بنحس بانخفاض درجات الحراره، كمان مع غياب اشعه الشمس ودخول فترات الليل درجات الحراره بتنخفض بشكل ملحوظ، فرق بين فتره النهار وفتره الليل بيوصل ل 10 او 12 درجه مئويه، اجواء بارده على اغلب الانحاء خاصه في الساعات المتاخره من الليل والصباح الباكر. مع وجود المرتفع الجوي في طبقات الجو العليا وتوافر عوامل الرطوبه، في شبوره مائيه كثيفه بتتكون على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، وبتؤدي لانخفاض ملحوظ في الرؤيه الافقيه خاصه من الساعه 3 الفجر حتى سطوع اشعه الشمس. الشبوره المائيه كثيفه بتستمر حتى سطوع اشعه الشمس. بعد يوم الاثنين ان شاء الله هتبدا التوزيعات الضغطيه اللي بتاثر على جمهوريه مصر العربيه تختلف تماما، هنبدا نتاثر بوجود امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا وايضا منخفض جوي على سطح البحر المتوسط، تبدا كمان تدريجيا درجات الحراره تنخفض ونبدا نحس بالاجواء الشتويه، وده هيتزامن طبعا مع بدايه فصل الشتاء 21 ديسمبر الاربعاء القادم ان شاء الله. هنبدا نلاحظ انخفاض ملحوظ في درجات الحراره فترات النهار وايضا فترات الليل، وفرص الامطار اللي هتكون موجوده بشكل كبير على المناطق الساحليه. تمام، يعني احنا دلوقتي يعني درجه الحراره هتختلف من منتصف الاسبوع، هتبدا في الانخفاض بشكل ملحوظ جدا، وده اللي الناس كتير بتتمناه الفتره دي. لكن كمان احنا كنا بنتكلم ان في شبوره كثيفه النهارده الصبح، ويمكن حضرتك بتقولي مستمره معانا لحد يوم الاثنين الجاي ان شاء الله. ايه النصائح اللي حضرتك ممكن نقدمها لقائدي المركبات خاصه على مستخدمي هذه الطرق؟ احنا نبدا نقول ان الشبوره المائيه كثافتها بدات تزيد بسبب طبعا انخفاض درجات الحراره فترات الليل المتاخره والصباح الباكر، فاحنا الايام القادمه يمكن كمان بعد يعني تجاوز فتره الانخفاض في درجات الحراره مع الاستقرار دايما في الاحوال الجويه، الشبوره المائيه هتكون كثيفه بشكل كبير، ممكن كمان مع فصل الشتاء الشبوره المائيه بتتحول احيانا للضباب اللي بينعدم معاها الرؤيه الافقيه. فمهم جدا قائد المركبات والمسافرين على الطرق القياده بهدوء تام، نتبع كافه تعليمات المرور، نشغل كشافات الشبوره الموجوده في السيارات. مع تكون الشبوره المائيه الكثيفه دايما بيكون في الساعات المتاخره من الليل، يعني تقريبا الساعه 3 4 الفجر، وبتستمر حتى سطوع اشعه الشمس. مهم كمان ان احنا لازم نتابع النشرات الجويه بصوره يوميه، دايما نعرف حاله الجو ايه، كثافه الشبوره المائيه عامله ازاي، كمان درجات الحراره، ونبدا نتعامل مع اي ظروف جويه. علشان كده احنا يمكن بنتابع مع حضرتك يوميا اخبار الطقس بالتفصيل. بشكرك شكرا جزيلا دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. خلونا دلوقتي نتابع مع حضراتكم درجات الحراره المتوقعه النهارده، ونبداها من القاهره. والعظمى 24، الصغرى 14، العاصمه الاداريه 23 14، اسكندريه 24 15، العلمين الجديده 24 15، مطروح 24 13، دمياط 23 15، بورسعيد 24 14، اسماعيليه 24 12، السويس 23 13، العريش 22 14، كاترين 18 5، طابا 24 15، حلايب 25 19، شلاتين 29 19، شرم الشيخ 27 18، الغردقه 26 16، الفيوم 25 12، بني سويف 25 11، الوادي الجديد 26 9، اسيوط 26 10، سوهاج 26 11، قنا 27 12، الاقصر 28 13، واخيرا اسوان
30/14. حاولنا نطمن حضراتكم على حالة الجو النهاردة، لكن بنأكد على حضراتكم مرة تانية خلال الساعات الأولى من الصباح الباكر ومن منتصف الليل ناخد بالنا جدا من الشبورة المائية الكثيفة اللي هتمتد معنا الفترة اللي جاية، علشان ربنا يسلم الجميع دائما. ونخلي بالنا كمان من إن درجات الحرارة تبدأ في انخفاض من منتصف الأسبوع علشان نزلات البرد، فنحاول نتقل الملابس. هرجع مرة تانية لجوانا وأحمد علشان نكمل معكم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك.